السلام عليكم، معكم السادة وعلي الفتاح الملقب بوعودة، رئيس جمعية صقر الأمل الاجتماعية والريادية. أولا وقبل كل شيء تنشكر الأخ حمزة، تنشكر أسواقه اللي صراحة دائما معنا في السراء وفي الضراء. بالنسبة للمشكل اللي كان البارح هو مشكل بسيط، وتوحدين الله يهديهم داروا مشكل كبير، جاو توحدين نبداو تيحرضوا واحد الشركة اللي جات مع الصباح بس أنها تنقب على المواهب، وهاد الشركة كانت ديجا جات في شهر 7، وفي شهر 7 ما كانش المكتب هذا، كان المكتب السابق، ودوزوا الأمور تاعهم بخير. البارح كانت من الوحدة الفوق، من الوحدة 6 كانوا مدارس ريادية، جاو توحدين نوضوا المساكين وبداو يعيروا في المسجد الجديد، وهذاك الشيء وهادشي كلشي أخويا حمزة صراعات سياسية. حنا اللي تنوزوا بأن هذا المجلس اللي جا دابا بقيادة السيد الرئيس طاهر اليوسفي والنواب تاعو السي عبد القادر بودريع والسي الحاج محمد الرقاني والأخ سعيد أعريس، صراحة إنسان طيب اللي مسؤول على الريادة، ناس صراحة ناس كرماء، تنوكبوا عليهم عمرهم ما ردونا أي ترخيص أي حاجة تناخذهم. والبارح هذوك اللي جاو نوضوا المشكلة صراعات سياسية كما قلت لك أخويا حمزة، الحمد لله تفاهموا مع الشركة، طرينا والوليدات كل شيء مشى بخير كل شيء، ولكن باش يجيو يبداو يعيروا في الناس ويبداو يعيروا في المسؤولين أنهم ما خدامينش ما أنهم ما دايرينش، كون كانوا معاهم غاديش يقولوا هذا الشيء. اللي وقع أخويا هذيك الشركة خايدة ترخيص بأنها تكون عندها السبت والاثنين من 8 ل 6 نهار السبت، ومن 8 ل 6 نهار الاثنين، خايدين ترخيص من عند المجلس مقاطعة الحي الحسني. جاو مع الصباح باش ينقبوا على المواهب، بداو خدامين الأمور غادية مزيان، جاو توحدين بداو تيعيروا فيهم، بداو تيقولوا لهم نتوما دايرين نتوما فاعلين نتوما خايدين الفلوس، نتوما عاطين الفلان فلوس اللي في المجلس، عاطين الفلان فلوس في المجلس باش يسينيوا لكم هذاك الشيء. ناضوا المساكين ولا حاضر رجال الامن ولا حاضر السيد القائد ولا حاضر الصحافه ولا كل شيء حاضر، على والو، على بسيط، نوضوا هما المساكين مشاو بحالاتهم وخلوا المساكين بين النوادي وبين المسؤولين على المركب. لا دو مسا لا، انا تندوي على راسي، انا فاعل جمعاوي، انا ماشي سياسي، انا فاعل جمعاوي، انا ولد الكره معروف بوعوده، معروف بانه تيحب الكره وتيموت على الكره. انا البارح جيت رجعت للدار تنشوف مساكين ما كاينينش، باكين يعيروا في المجلس الجديد، اقسم بالله العظيم حتى المجلس هذا اللي كاين مجلس خدام غادي بالمسائل، كل واحد دير الخدمه تاعو كما تيقول. الحمد لله التيران ولات المدارس ما كانوش، فهمتي، كان المساكين كان كل شيء، كان المينيفوت مسدود، ها هو الحمد لله تحل، الحمد لله، كانوا ما كاين لا تونيات لا بانونات لا والو، تدفع طالب تاخذ هذاك الشيء، اصلا دار لينا هذا المكتب ما دار لينا والو، ولكن بس ان ولي صغير جاي باغي يتريني تيشوف البوليس تيشوف الروينه تيتخلع، فهمتي، كاين اللي من حدا الباب طل حتى هذاك الشيء وحذر راسو ورجع لدارهم. صراحه انا اثر عليهم بزاف، وبزاف الوليدات واقفين لهم حدا الباب، هذوك خياتي اللي قلت لك واقفين حدا الباب تيقول لهم ما كاين لا لونطري ما لا والو، تيرجعوا واللونطري ما دارت في وقتها، لونطري ما دارت في وقتها. انا حاجه اللي تنبغي نوجه، الله يرحم الوالدين يبعدوا لينا على الرياده، السياسه الله يسهل عليهم، فهمتي، السياسه يمشوا لها، حنا ولاد الرياده حنا راه الحمد لله مخدامين موال، ولكن راه الحمد لله راه تنقلبوا على من الرياده، صراحه من الرياده هادشي اللي كاين، فهمتيني، ونتمنوا من الله هادشي ما يبقاش يتكرر اخويا حمزه. وكما قلت لك سابقا راه المكتب اقسم بالله العظيم المسؤول على الرياضة للأخ سعيد أعريس ولا الأخ يوسف أنافلوس راه قايمين بالواجب تاعهم، ولا المدير تاع المركب السيد الحاج شداه هو راه قايم بالواجب تاعو، والموظفين الحمد لله ما لاقين لا مشاكل لا والو، حنا تنجيو تلقاو وقتنا تلقاو كل شيء، وبنادم الله يهديه السياسة صراعات سياسة مصيفطينهم باش يديروا البلبلة ويديروا داك الشيء، حسوم وعارتي، والوليدات الصغار هما اللي يطرى لهم المشكل، كل شيء الوليدات تيقول بابا انا ما نترينيش اليوم بابا، علاش ما نترينيش بابا، على والو، شنو ذنب الدراري الصغار؟ ذنبهم هما، هذوك الناس الله يهديهم ويبعدوا من الرياضه، لانه اقسم بالله العظيم كون كانوا ولاد الرياضه والله ما يديروا المشكل تاع البارح، بالله دابا بيني وبينك دابا بحال البارح، دري دير بروغرام تاعو وليد صغير تيتسنى الحصه تاعو باش يجي يتريني، تيجي تيلقى البوليس، ما تلقى البوليس حدا الباب، تلقى القايد، تلقى القوات المساعده، تلقى الصحافه، تلقى كل شيء، اشنو ذنب الدري؟
السياسة بيناتكم الله يسهل عليكم، أما إحنا ولاد الرياضة يبعدوا منا، إحنا راه تنترينو بالوليدة الصغار راه الحمد لله راه دراري، لا ما نفتخر بالأول راه دراري الحمد لله ترينيت بهم أنايا راه الحمد لله راه دابا فرق كبيرة والحمد لله. هادشي اللي تنتمناو من الله سبحانه وتعالى باش أن كل شيء يتوفق، حنايا حنا تنديرو الخير وتنبغوا ربي حتى هو يدير لنا الخير. وهادشي اللي كاين أخويا حمزة، هادشي عمرو ما وقع أخويا، راه كيما قلت لك راه صراعات سياسية، أقسم بالله العظيم تا صراعات سياسية. راه كون هادو اللي دايرين هاد البلبل وهاد السي، كون ان السي سعيد اعريس انهم عطاهم هذاك السي اللي باغين وهذاك السي، فهمتي، هو خدام السيد خدام ديريكت، هما ما تيبغوش هذاك السي اللي تيكون خدام ديريكت ما تيبغيش. والحمد لله راه عمرو موقع، راه عمرو موقع، هما دابا جمعيه نعيط لك وتسمع كل شيء عندك، راه الحمد لله راه عمرو موقع. راه المجلس السابق اللي كانت على العداله والتنميه راه كان خدام، وزاد المجلس الحمد لله حتى هو راه خدام. اباش بنادم يبدا يقول لك لا هكا، راه بنادم مكذوب في كذوب في كذوب في كذوب بزاف البارح. راه الاكثريه وكاين دابا اللي تيحط ولده حدا الباب في الطوموبيل وتمشي باش يقضي المشاغل تاعو، الدري تيدخل تيلقى البوليس تيلقى بحالو هكاك تيرجع، فين غادي يمشي؟ البارح شحال من واحد حنا دخلناه قلنا له راه كاينه لونطريم الجمعيات تاعنا حنايا والجمعيات اللي من ورانا تا هما تيجيو بكري، وداك الشيء والديهم تيجيبوهم كاين اللي تيمشي للخدمه وداك الشيء وريحناهم بقيناهم قابلينهم تا زاو والديهم. وصراحه حاجه اللي تنطلب اللي ما عندوش مع الرياضه يبعد من الرياضه، اللي ما عندوش مع الرياضه يبعد من الرياضه. وحاجه واحده اخرى اللي كما قلت لك، راه المجلس كامل تاعو راه من الرئيس الاخر واحد، اقسم بالله العظيم اخويا حمزه تديري العمل تاعهم والعمل فوق المستطاع. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.